بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد المواطنون الشرفاء لا يخفى عليكم ما تمر به الانسانيه اليوم من محن وابتلاءات جراء جائحه كورونا التي ضربت العالم بكل قاراته، وأصيب أكثر من مليوني شخص ومئات الآلاف من الموتى بسبب الجائحة، وتتحدث الدراسات عن الملايين مهددون بالموت إذا استمرت الجائحة لا قدر الله، لم تسلم بلادنا من هذا الفايروس، ولدينا الآن أكثر من 32 حالة منها خمس حالات وفاه واكثر من ثلاثمائه حاله مشتبه بها ونحن الان دخلنا مرحله الانتشار المجتمعي وهي قمه مراحل الانتشار للفيروس عليه بدات وزاره الصحه باجراءات احترازيه وتحوطات لمنع المرض من الانتشار كما تعلمون ان اكبر اسباب انتشار العدوى هي التجمعات البشرية والازدحام لما للفايروس من طرق انتقال من شخص لآخر عن طريق رزاز العطف العطس واللمس على أي سطح من الأسطح ويعيش الفايروس في درجة حرارة من أربع إلى أربعين درجة لكن كلما ارتفعت درجات الحرارة قلت حياته وتأثيره إلى ساعات فقط وكلما قلت درجات الحرارة زادت مدة بقاؤه إلى تسعة أيام على الأسطح خاصة الأسطح المقاومة للصدى مواطنون الشرفاء بعثنا بخطاب إلى وزارة الصحة مستفتين عن مدى خطورة تجمع الأمة والشعب في المساجد والكنائس بأعداد كبيرة فإن فتوى مجمع الفقه الإسلامي والوزارة واعتمادها واستخراج أي غرار بإغلاق دور العبادة يتوقف على الرأي العلمي الخارج من السلطات الصحية فأفتت وزارة الصحة بالآتي إن التجمعات الجماهيرية تعتبر أحد العوامل الكبرى المساعدة في انتقال الفيروس بين المواطنين إن الحقيقة العلمية الطبية الآن بالسودان تقول إننا قد دخلنا مرحلة الانتقال المجتمعي وهي آخر وأخطر مراحل انتشار الفيروس والمرض فطوصي وزارة الصحة بتعطيل كل التجمعات الدينية حفاظا على حياة الناس ولقد بعثنا بخطاب أيضا إلى مجمع الفقه الإسلامي بعد إعادة تشكيله فقالت فتواهم إذا اتخذ وللأمر المختص قرارا يمنع أي تجمع يتعلق بالتجمعات بناء على توصية أهل الإختصاص من وزارة الصحة يعتبر ذلك عذرا مرخصا في ترك الجمع والجماعات فمتى ما أفاد أهل الإختصاص بذلك وجب عليه إعلان إيقاف أي تجمعات مع اعتبار الآتي لو قدر المنع للتجمعات لا بد أن يقدر بزمن لا يمكن اللجوء الى منع الصلوات الا بعد منع التجمعات الاخرى كالاسواق مثالا فاننا في وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف وبعد تكامل فتاوى اهل الاختصاص ولما ان حرمه الابدان مقدمه على حرمه الاديان وان حفظ النفس مقدم على حفظ الدين كما قال بذلك الغرافي والرازي وابن تيميه والبيضاوي والاسنوي والازهريون وعلماء فقه الواقع وعلماء المقاصد لانه لا قيام للدين الا بالنفس وان الشرائع السماويه ومنها الديانات الابراهيميه كلها جاءت لترعى مصالح العباد والبلاد واكدت على ان حفظ النفس من الضروريات التي نادت بها الشرائع واستنادا على قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا تق ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقوله سام بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجة والدار قطني وفي رواية لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك ان من معرفه الحقائق الطبيه التي يجب العلم بها وعدم جهلها ان خطر انتقال الفايروس وسرعته في ان المصاب به قد لا تظهر عليه اعراضه في بدايتها ولا يعرف انه مصاب ولا بد من معرفه ان جمهور المساجد والكنائس من كبار السن والمرضى الذين هم اكثر الناس تضررا وان من عادات المسلمين في السودان وفي الكنائس المصافحه بعد وقبل واثناء قبل وبعد الصلاه والسجود في موضع واحد مما يسهل نقل العدوى عليه واستنادا على ما قالت به وزاره الصحه السودانيه والصحه العالميه التي تؤكد الخطوره الشديده للتجمعات في نقل العدوى مما يشكل خطرا على حياه البشر واستنادا على فتوى مجمع الفقه الاسلامي والى ما قاله الله وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة في حفظ النفس من الهلاك وما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من الحفاظ على النفس ووقايتها وحمايتها من الأخطار والأضرار ولكونها أحد مقاصد الشريعة الإسلامية فإننا وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة لسنة 2019 والخاص بتعيين وزراء الحكومة الانتقالية واستنادا إلى قرار رئيس الوزراء الانتقال سبعين لسنة 2019 والخاص بتحديد الجهاز التنفيذي أهدافه واختصاصاته واستنادا إلى قرار مجلس السيادة رقم 225 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية وأمر طوارئ مجلس الوزراء رقم واحد لسنة 2020 واستنادا إلى فتوى وزارة الصحة الاتحادية الواردة أعلاه وفتوى مجمع الفقه الإسلامي أصدر القرار الآتي نصه واحد تعليق صلاة الجمعة والجماعات في جميع مساجد ولاية الخرطوم خوفا من تفشي الفيروس وانتشاره والفتك بالعباد والبلاد لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا القرار إيقاف ثانيا إيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والغداسات بكافة كنائس ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا القرار. ثالثاً: على الأئمة والخطباء والقساوسة والمطارنة وجميع سلطات ولاية الخرطوم وضع القرار موضع التنفيذ. رابعاً: ستأتي قراراتنا تباعاً حسب ظروف الحالات الصحية بالولايات بالتشاور مع ولاة الولايات والمدراء العامين للصحة هنالك. السادة المؤذنين اكتفوا في اوقات الصلاة برفع الاذان وقولوا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها المواطنون الاوفياء يتعين وجوبا الابتعاد عن اي تجمعات خاصة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وعلينا البقاء بالمنازل والالتزام بالاجراءات الاحترازيه التي تصدرها وزاره الصحه. ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليس من رجل يقع الطاعون ببلده هذا لفظ البخاري فيمكث في بيته صابرا محتسبا انه لا يصيبه الا ما كتبه الله له الا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري والإمام أحمد السادة المطارنة والقساوسة والخدام وشعب الكنيسة الأوفياء جاء في كتابكم المقدس أما أنا وبيتي فنعبد الرب وجاء كذلك هل ياش هلم يا شعبي أدخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك إنما نهاية كل شيء قد اغترب فتعلقوا واصـ فتعقلوا واصحوا للصلوات. ختاما ان حياه الانسان مرهونه بقضاء الله فانه يفر من قدر الله الى قدر الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكم امر حسبناه مقطوع باستمراره فانقطع وكم من بلد قلنا انها امنه فاذاقها الله لباس الخوف والموت. فالحياة والموت والخوف والامن من الله، اما نحن فعلينا الاخذ بالاسباب الذي لا يناقض التوكل على الله، كما اخبرنا بذلك انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اتاه بناقته فقال يا رسول الله اتركها واتوكل أو أعقلها وأتوكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، أخرجه الترمذي. فلا ندع لدعاة الإنتحار الجماعي إلى نفوسنا سبيلا، أولئك الذين لا يرون في كورونا إلا عقابا من الله، أو أنها لا توجد، وأنها بسبب معاصينا وقد تألوا على الله وهم لا يعلمون أن هذا الفايروس لم يسلم منه مسلم أو كتابي. أو غير مؤمن بإله وليعلموا أن الصحابة وهم صالحو هذه الأمة قد أصابهم الطاعون فماتوا بالآلاف ولم يكونوا عصاة بل هم الصالحون وما ذلك إلا تمحيصا ورحمة وشهادة يختص الله بها من يشاء من عباده المؤمنين فلا مخرج لنا أحبتي إلا بالأخذ بالأسباب والتوخي والحذر والدعاء الملح لله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أصدرته بتاريخ 21 شعبان ألف واحد اليوم الخامس عشر من أبريل لسنة عشرين عشرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته